احنا فخورين جدا بان خيبر مدينة عربية من قبل الإسلام وما بعد الإسلام وحتى اليوم، وفخورين جدا بأننا مسلمين، وفخورين جدا بأن غزوة خيبر حدثت من ضمن الغزوات التاريخية الرئيسية في عصر النبوة الأولى. يعني الحقيقة ما هو بس لي أنا، لكل المجتمع الأمر بالنسبة لي يعتبر نقلة نوعية، يعتبر شيء كنا ننتظره من زمان. أنا بحكم اهتمامي في البحث وفي خيبر والسياحة، و يعني من أكثر من 20 عام وحنا ننتظر مثل هذه اللحظة هذه، فالحقيقة نعتبرها نقلة نوعية.